كون لكم راح يطلع الاول مين عزيز لا هلا شو هو محليه محليه الاحساس انه يقولوا لك راح تطلع الاول ورو التفاعل نتاعك عالي معناها مشتركين انهم يعترفوا لك بالخدمه اللي خدمتها انت وبالشغل اللي جبته يا رب اخذ الاول يا رب حسن طالب يسمع عزيز يا رب هلا شوفه هنا هنا الترتيب هنا هاي بدر انا فيروز من فنزاتك انت زينب حبيت ابارك لك على اغنيتك الجديده الف الف مبروك اول البوم يا رب انا عبد الله من مصر احب اقول لك الف 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 مليون مبروك على الاغنيه الجديده والله العظيم كسرت الدنيا مش عارف ابطل اسمعها يعني جميله جدا يعني يا رب النجاح النجاح دايما يا رب ليك الله والله مفاجاه من العيار الثقيل الفانز مو بس يعني تعبوا نفسهم بيكتبوا كومنتس لا عاملين فيديو مظبطين وربنا يوفقك في مشوارك واحنا متابعينك والله جدا جدا بجد مبروك يا بدر وفرحت له بصراحه شعور عمري ما توقعت ان انا في حياتي حعيشه يعني في ناس يعني مهتمه للشيء اللي انا بعمله احلى يوم في الدنيا كله يوم تاريخي جدا تاريخ شوفوا في ناس عسل كده يا حياتي مبسوطين فيك جد الدنيا كلها فخورين فيك جد الدنيا وربي اتقشعرت نعرف حركات المشاهير والدراما ووقف شعر ما انا شايف كنت بجنب شعره ما وقف ولا شعره منه في مفاجاه جميله تستناك برا اتمنى انها تعجبك يا رب عزيز وي لاف يو وين المفاجاه بدر حبيبي يلا شوف المفاجاه يا حبيبي المفاجاه دقيقه اقول لهم كلمه طيبه بس الاول نشوف على طول ليه هو الفيديو ده مو مفاجاه كفايه لسه في مفاجآت الله يسعدكم بدر عنده مفاجأة بدر وين رايح بدر بالي اتوقع انه ممكن عاملين لي بلالين او في احد من المتابعين جاي يبارك لي بنفسه ما ادري ف الله يستر يا ساتر فين بقى ها قهوه وترك الله جابوا لك الله الله جابوا لي ترك قهوة لي أنا وكل الناس اللي أنا أحبهم جسمي كله كان بيتقشعر وأنا مبسوط لأنه الشيء اللي عملوه مو شيء بسيط يعني أتعنوا عشاني فأكيد حنبسط بسطة الدنيا حرفيا شوف المفاجآت كيف عندك مشروع ما شاء الله يالك نيالك يا اخويا نيالك الفانز يجيوك للمقر يلا كلكم معزومين تعالوا انا ما عادش نسميك بدر بسميك بن على طول وينك بن صفا يعني اغني ومشروع بزنس ما شاء الله عليك ها مشروع اغني جايبينه عشان مثلا يترزق الله